السلام عليكم أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا خالد جنيد بحكيكم من قناتي الخاصة. اليوم معنا أغنية كثير جميلة للفنان الفلسطيني العريق الجميل محمد عساف، أغنية علي الكوفية علي، ويلا نبدأ. أهلا فيكن عن جديد أصدقائي. إذن بدنا نشتغل على أغنية للفنان الجميل محمد عساف، أغنية علي الكوفية علي. من وجه له تحية للفنان محمد. بداية الأغنية من على مقام البيات، رح ناخذها من علامة لا، بنرجع نشتغل علامة صول، علامة ري، تمام. هي أغنية بسيطة من على إيقاع التشوبي العراقي، ما فيها شيء زيادة، صوله خفيف ولكن تعبيات أثناء الأغنية. قد ما فيكن قولوا تشيلات العراقية الجميلة هاي اللي بتنقال على الشوبي. خلونا نبدأ فيها. إذا من علامة لا، أنا نزل درجتين ترانسبوست لحتى أقدر أقولها معكم غناء. إذا نرجع نشرح لكم فيها على باقي العلامات. خلونا نشغل بداية الستارت ستوب هاي هون، تمام، لحتى نقول، تمام، لحتى نقول هاي الشغلات اللي بتنقال على الفلات بأول الأغنية. إذا نبدأ بالغناء. علي الكوفية علي ولو لح فيها، غني عتابة وميجانة وسامر فيها. علي الكوفية علي ولو لح فيها، غني عتابة وميجانة وسامر فيها. هز الكتف بحنية جفر عتابة وضحية، هز الكتف بحنية جفر عتابة وضحية. خلي البارود يهلل ويحليها، خلي البارود يهلل ويحليها. إذا هي أصدقائي البداية. خلونا ناخذ المقطع الغناء الثاني، تمام، فرد مرة نخلص منه لنرجع نشرح على مهلنا. تسليمي طبعا، تمام، لحملكم السولو تسليمي دغري. الطلقة الأولى فيها حكاية مشوار، عند الحق نخلي العالي واطيها، عند الحق نخلي العالي واطيها. هاي هي شباب، ما في أكثر من هيك. مثل ما قلت لكم، تعبايات بقلب الأغنية، تشوبي عراقي، تشيلات التشوبي، تمام، ما في أكثر من هيك. خلونا شو حاطط صوت تحت، شو مشرق، أوكي، تمام. خلونا نعمل ترانسبوز زيرو قبل ما نبدا، بما انه ما عاد نغني، هلا صرنا لا طبيعي، كنا عاملين ناقص 2 الزيرو. شباب سرعه الايقاع 92، تمام. خلونا نبدا. اذا نعمل المغنى من الاول، هاي الغناء الأول. الغناء الثاني، خلونا ناخذ السولو معليش بالأول. ناخذ بالخمسة حتى نسلم على
العلامة الميل لما بنكون لا، لما بنكون صول بنسلم على الدو، على الري عفوا، لما بنكون ري بنسلم على لا. اوكي، هاي ناخذ الغناء الثاني. شباب من علا، خلونا ناخذها من على علامه العصول نظامي، بس شرق تحت كمان صول حتى نشتغل فوق تحت لحتى تفهموا التعبيات، كيف تشوف التعبيات صح. الصولو هذا هو، هون بتصير عند الري التسليمي. طبعا مرتين بنعمل وبعدين بنسلم. ناخذها من على شو بقي عنا، على الري، ما اشتغلناها على الري، نشرق تحت ري كمان. تمام، هلا شباب نعمل نشتغل على الري، وبعملكم كم دقيقة شوبي هيك على نفس الإيقاع. سرعة الإيقاع بذكركم 92 وهلا ترانسبوز 0. اوكي، الصولو تسليمي على عبد الله بتصير. تمام، هاي هي الأغنية شباب. عفوا، خلونا ناخذ الغناء الثاني يمكن ما اخذناه. شباب اذا هذا كان كل شيء. هلا لحملكم دقيقتين ثلاثة شوبي من على نفس علامة خلونا على الري ما بيأثر، ونقفل معكم الفيديو. هذا كان كل شيء، اذا بتمنى يكون عجبكم، ما تنسوا تعطونا لايك. كان معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة، تحياتي حرة لكم والسلام عليكم.